السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من تلفزيون الكوت. أدلت الحكومة بدلوها في مكتب المجلس وقدمت للنواب ما لديها من معلومات وبيانات حول ما يسمى بخلية العبدلي من البداية وصولا إلى قاعة المحكمة، وردت على كل الاستفسارات النيابية، وجزمت ردود الحكومة بعدم وجود نواب في مجلس الأمة متورطين في هذه القضية. 26 نائبا وستة وزراء استمعوا وناقشوا الكثير من التفاصيل، واتفقوا على معاقبة من تثبت إدانته أو خيانته بأقصى العقوبات، وعلى عدم أخذ الجماعة بجريرة الفرد. النواب طالبوا الحكومة بناطق رسمي يتحدث باسمها بهدف اطلاع الشعب على كل المعلومات بوضوح وشفافية، واعتبروا أن التصريح بالتفاصيل الأمنية المتخذة يقع على عاتق الحكومة التي ردت على كل الاستفسارات النيابية بحسب تصريح وزير الدولة لمجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله، فيما أعرب رئيس مجلس الأمة عن ارتياح النواب لكل المعلومات التي توصلت إليها وزارة الداخلية بشأن التحديات الأمنية والإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ للعبور إلى بر الأمان. وشدد الغانم على ضرورة أن يتم التركيز في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه الكويت خلالها هذه التحديات على قيادة السفينة إلى بر الأمان وتحقيق الأمن والأمان للبلاد والعباد، وعلى البقاء متحدين متعاضدين ومتعاونين لمواجهة كل التحديات.